زوار موقع اشكين مرحبا بكم. اليوم اكشف لكم تقرير مفصل عن اسكوبار الصحراء الذي اسقط رئيس جهة الشرق بيعوي ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري اليوم والان خلف القضبان بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء. نشر موقع جون افريك تقرير مفصل ما يعرف باسكوبار الصحراء وهو تاجر مخدرات المالي المعتقل في المغرب بسبب التجارة الدولي في المخدرات والذي بسبب ديالو اعتقل كل من سعيد الناصري القيادي في حزب البام ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري وايضا عبد النبي بيعوي رئيس جهة الشرق اللي هو كينتامي في نفس الحزب اي حزب الاصالة والمعاصرة ضمن مجموعة تضم 25 مشابه فيهم في قضية تتدخل في التجارة الدولية بالمخدرات بالتزوير النصب وجرائم اخرى ثقيلة تفجرت منذ شهور على لسان هذا السجين اللي كنعتبروه سجين غير عادي الذي يقبع منذ سنوات في سجن الجديدة وكيتعلق الامر باسكوبار الصحراء تاجر المخدرات المحادر من دولة مالي الذي جر شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة في ليلة الجمعة الماضية الى سجن عكاشة بالدار البيضاء في ملف ثقيل بدا قبل من 13 سنة في جروبار المخدرات في الاشهر القليلة الماضية بعدما امضى 4 سنوات من تفكير في الزنزانة بسجن الجديدة حيث يقيم منذ 2019 وكيعرف تقرير مجلة جون افريك ان اسكوبار الصحراء بانه هو الحاج احمد بن ابراهيم المزداد سنة 1976 في كيدال بمالي في منطقة تمتد فيها الصحراء على مد البصر من ام مغربية اصولها من وجدة واب مالي حيث يقيم منذ 2019 وكيعرف تقرير مجلة جون افريك ان اسكوبار الصحراء بانه هو الحاج احمد بن ابراهيم المزداد سنة 1976 في كيدال بمالي في منطقة تمتد فيها الصحراء على مد البصر من أم مغربية أصولها من وجدة وأب مالي عاش حياة بسيطة مثل أي ابن راعي إبل غير أن الصدفة لقاته بعض المشاركين في رالي داكار حسب ما ورد في تقرير جون افريك غيرت مسار حياته وفتحت له أبواب للتعرف على مسارات الصحراء والخبايا ديالها في منطقة اللي هي صعبة بزاف السيطرة عليها بدا الحاج كيشق الطريق ديالو بعمق معرفته بالصحراء وضبط ايضا اللهجات واللغات والتعرف على القبائل والوقوف على تفاصيل الساحل الافريقي والان ولا كيتمتع بمقومات قليل اللي تجمع في شخص واحد ومكنته من وضع يد على مناطق واسعه من الصحراء المعرفه العميقه بالصحراء جعلته محط اهتمام كبار اسماء في المنطقه ومن بينهم سيف اسلام القذافي الابن الثاني للزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات اخرى قويه في القاره سانت بالخدمات ديالو من بعد انتقل مالي او بمسمى اسكوبار الصحراء سريعا الى مستوى ثاني من العمل باستغلال معرفته بالصحراء في تجاره المخدرات حيث بدا باستعمال الطائرات الصغيره لنقل الكوكايين في البدايه من امريكا اللاتينيه الى غرب الافريقي وسهل العاج السنغال غينيا بيساو وسيراليون وتمكن من ذلك تحويل كميات هائلة من المخدرات سواء برا عبر مالي نيجر وجزائر وليبيا ومصر او بحرا عبر السواحل المغربية ثم اوروبا واصبح بذلك اكبر تجار المخدرات في القارة التجارة الدولية للمخدرات فتحت اعين مالي على عالم وبدا يعيش حياة اثرياء تزوج بنت مسؤول عسكري كبير في بوليفيا وربط علاقات مع نساء مشهورات ومغنيات مشهورات كل بلدان عمله كيقول بانه عنده ابناء كثيرين في كل بلد ووسع الممتلكات ديالو بشراء جزيره خاصه في غينيا وشقق في البرازيل روسيا واراضي في بوليفيا توسيع قائمه الممتلكات قادت ماري الى المغرب شرى فيلا ضخمه في مدينه الدار البيضاء وشقق في مسقط الراس امه اي وجده وحصه في فندق فاخر في اسبانيا وقرر انه يدرس ويحصل على شهاده من الجامعه البريطانيه بدايه القرب من المغاربه وتوتر العلاقات معهم ابتداء من سنه 2010 بدا تقارب مالي مع مسؤول في جهه الشرقيه ومسؤولون اخرين في الشمال وفي زاكورا كذلك حسب تقرير جون افريك انه التقارب كان بهدف توزيع القنب الهندي ووزع بالفعل كميات تتراوح ما بين 30 حتى 40 طن من عمليات تتم بين 3 و4 مرات سنويا وخلال سنة 2015 تم توقيفه في موريتانيا بعد عملية مطاردة على الحدود بين المغرب وموريتانيا بعد السجن
كيقول مصدر ذاته أن مالي كان هدفه استعادة المكانة ديالو في المنطقة، غير أنه تفاجأ بأن الشركاء ديالو المغاربة استولوا على الممتلكات ديالو. وعلى الرغم من كل الأحداث، فإن حياة الحاج أحمد بن إبراهيم الذي يقارب عمره 50 سنة كانت حافلة بالمفاجآت التي كان يعرفها المقربون منه من معارفه، وصارت اليوم الصفحات مفتوحة أمام الرأي العام، والمرشح أن كل ما تسرب ليس كل شيء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.